ماشي. if the conditional. طب انت كده هتتعب كده. لا لا ما ولا يهم حضرتك، ما تسمعش صوته خلاص كده عشان تبقى انت معايا. لا لا ولا يهم حضرتك. conditional يعني if الشرطيه، conditional يعني شرطي. تمام، جا من كلمه conditional اللي هو الشرط. فهي ليها ايه؟ لها اربع قواعد، اللي هو ليه اول حاجه اللي هي زيرو، زيرو كونديشن دي كده قاعدتها، اللي هو اف، وهنا كده مضارع بسيط، يعني كده مضارع بسيط، مضارع بسيط ماشي. ديت الزيرو كونديشنال. ليه اتسمت الزيرو؟ لان الطرفين متعادلين، يعني مضارع بسيط مضارع بسيط. تمام، مفيش مفيش مثلا مضارع بسيط مستقبل يبقى صفر واحد، لا صفر صفر. تمام، عشان كده اتسمت القاعده الصفريه يعني، ماشي، قبل الحاله دي، قبل الحاله الاولى. وديت بستخدمها للتعبير عن الحقائق، واثنين العادات الثابته، العادات الثابته ازاي؟ زي ما اقول لك if you heat water، لو انت سخنت الميه، if you heat water it turns into steam، يعني بتتحول لبخار. هيت يعني لو سخنت، او بويل، انت بتاع علوم بقى لازم، انت بتاع علوم بقى لازم يكون عندنا دقه. if you boil water it turns into steam، يعني بتتحول الى بخار. تمام، يعني كده مضارع بسيط مضارع بسيط، يبقى دي الحاله الاولى. طب انت دلوقتي لازم برضو قبل ما احنا نقول قاعده اف او تفهم المضارع بسيط مضارع، تفهم يعني ايه مضارع بسيط. تمام، ايه هو المضارع البسيط؟ صح كده؟ انت لو فهمت المضارع البسيط هو ايه، هتفهم القاعده طبيعي، وليه هي بيجي بعدها مضارع بسيط ومضارع بسيط هنا، وليه بتستخدم حقائق وعادات ثابته. ففكره المضارع البسيط طيب ليه؟ تمام، صح كده؟ في المصدر ليه؟ بضيف له بس ده شكل فعل، اول ما تلاقي كده الفعل في المصدر يبقى ده اسمه مضارع بسيط. تمام، خلي من اي اضافات او توابل او ملح او اي حاجه، حلو قوي، لا اي ان جي ولا اي دي ولا اي حاجه خالص. تمام، ولكن بحط له اس بقى، بيبقى بليز مع المفرد، لما بيبقى قبله مفرد بيبقى قبله هي او شي او ات او اي اسم مفرد، بحط له هي او شي او ات او اي اسم مفرد، بحط له اس او ساعات اي اس او ساعات اي اس. تمام، تمام، يبقى الاس دي بتتحط في المضارع البسيط لما بيبقى قبله مفرد، انما غير كده زي او اي اسم جمع بسيبه ايه، بسيبه زي ما هو في المصدر. تمام، يبقى ده شكل الفعل المضارع البسيط. طب فكرته بقى ايه؟ المضارع البسيط فكرته ان هو زمن بيتكلم عن شيء بيحصل في الماضي والحاضر والمستقبل، يعني فعل بدا في الماضي، بدا في الماضي وما زال يحدث في الحاضر وسوف يحدث في المستقبل، بيحصل في المستقبل ان شاء الله. احنا مش عارفين، زي ما بقول لك the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الشرق. تعال نطبق على ده كده، بقول لك يحدث في الماضي، الشمس من زمان بتشرق من الشرق، بالذات تعطس في الحاضر، ودلوقتي بتعطس ايه؟ بتشرق من الشرق، وسوف يحدث في المستقبل، في المستقبل هتشرق من ايه؟ من الشرق، الشرق برضه، الا بقى ايه؟ يوم القيامه بقى اللي هي الغرب، هتيجي من الغرب. بس يوم القيامه هيبقى ايه؟ ما انت تيجي تقول خلاص هي مش ممتده، هي مش ممتده معاك عبر الزمن. يعني مش هتحصل، مش هتقدر تحصل في المستقبل. ما انت لما تيجي يوم القيامه هيبقى ايه؟ الزمن خلص، لا هيبقى في مضارع بسيط، هيبقى الدنيا انتهت يعني. فمش تمام، فخلاص مش هتبقى موجوده، كل كده كده لا هيبقى في انجليزي ولا ازمنه ولا مضارع ولا كده. ماشي يا باشا، اتفضل. تمام كده، فيقول لك ذا سان رايزز ان ذا ايست. فدي دي فكرته كده، يبقى فعل بدا في الماضي وما زال سوف يحدث في المستقبل. تمام، عشان كده لما بنيجي نستخدمه ماشي، او نقول هو بيدل على ايه، او نستخدمه في الحاجه اللي بيدل عليها، هنلاقيه بيدل على رقم واحد فاكتس، الحقائق. ليه بيدل على الحقائق؟ يعني انا لما اجي اتكلم عن حقيقه احط الحقيقه دي فين؟
في المضارع البسيط. تمام. ماشي. ليه أحط الحقيقة دي في المضارع البسيط ما أحطهاش في المضارع المستمر؟ ماشي. ليه بقى أحط الحقيقة دي معايا بقى؟ ليه؟ تمام. معايا أنت بقى. لا، لأن الحقيقة من شأنها أنها إيه؟ أنها دايما معايا على طول في الماضي والحاضر والمستقبل. زي ما أقول إيه؟ زي ما أقول مثلا مان بريزيس بريزيس أكسجين. الانسان بيتنفس الاكسجين. تمام. مش انسان انا حاسس ان انت لاخم بالك بده ومش لا انا شايف والله هنا انا بتابع حضرتك. ماشي تابع يعني. حضرتك لا ماشي زهره كل الكلام. يبقى الانسان بيتنفس الاكسجين. الانسان بيتنفس الاكسجين من زمان ودلوقتي وبعد كده. صح ماشي. يبقى حاجه مضارع. يبقى انا الحقائق ممتده معايا من زمان ودلوقتي وبعد كده. تمام كده على طول. تمام. يبقى انسب زمن ليها ايه؟ اللي هو المضارع البسيط. المضارع البسيط لان المضارع البسيط هو اللي بيعبر عن حاجه بتحصل في الماضي والحاضر والمستقبل. ما اجيش انا احطها في المضارع المستمر. يعني ما اقولش مان از بريزنج اوكسجين. الانسان بيتنفس الاكسجين دلوقتي. معنى كده ان ممكن كمان شويه يتنفس حاجه تانية. صح. ما ينفعش احطه الا في المضارع البسيط. يبقى انا ليه بحط الحقيقه في المضارع البسيط؟ لان المضارع البسيط بيعبر عن حاجه بتحصل في الماضي والحاضر والمستقبل. والحقيقه بتحصل في الماضي والحاضر والمستقبل. ادناها كده زمان ودلوقتي وبعد كده. صح. طب رقم اتنين بيعبر عن الايه؟ الهابتس. هابتس اللي هي العادات. العادات ليه بيعبر بقى عن العادات؟ لانها برضو حاجه. ايوه انت بتقول عدت. بتقول عدت ان انا بروح المدرسه سرع على اقدام. يعني معنى كده ايه؟ انت عايز توصل لي ايه لما تيجي تقول انا عدت؟ انا عاده بذهب المدرسه سرع على اقدام. تقول لي مثلا اي اولويز جو تو سكول. طبعا انا بكتب بسرعه كده لان ده مش موضوعنا هنا كمان. اي اولويز جو تو سكول اون فوت. انا دايما بذهب المدرسه سرع على اقدام. عايز تقول لي او عدت او اي يوجوالي. أنا عادة. أنت عايز تقول لي كل يوم أنا بروح المدرسة على رجلي. يعني عايز تقول لي إن أنا بروح من زمان كده ودلوقتي وهتروح كده هفضل كده إن شاء الله. صح. هتقول لي طب أنا ممكن أغير عادتي. مثلا خلاص أنا ماليش دعوة. ماليش دعوة بأنت هتغير ولا مش هتغير. دي مش هتبقى عادة. أنا ليا دعوة بالجملة اللي قدامي. أنت بتقول أنا عادتي كذا. تمام. غيرتها أنا ماليش دعوة بقى. انا بلغه بتعامل مع ايه؟ مع جمله قدامي. صح. الجمله انت بتقول لي انا دايما افهم منها ايه؟ افهم منها ان انت يعني دايما من زمان ودلوقتي وبعد كده. ما تفهمش منها انت قطعتها النهارده او بكره. خلاص يا انت قطعت العاده. انا بتعامل. انت فاهمني؟ ايوه. انا بتعامل مع انا لغه. انا لغه. انت بتقول لي انا عدت. تمام. ها انا عدت ان انا بذهب المدرسه على الاقدام. كسرتها بكره. خلاص ماشي ما بقتش عاده. بس انا الجمله بتاعتك دي فهمتها ان انت من زمان ودلوقتي وهتقدر تعملها بعد كده. انت كسرتها تاني. دي مالهاش دعوه. يبقى دي ايه؟ يبقى العادات. ده باختصار ايه؟ ففكره المضارع البسيط لو احنا بقى جينا عملنا حاجه اسمها خط الزمن. خط الزمن ده انا بشرح الازمنه دي. خط الزمن ده دي اسمه تايم لاين. طريقة سحرية وجميلة جدا في فهم الأزمنة. تمام. لأن الأزمنة بتدخل في بعضها. ده خط الزمن ده بيفرهم لك أو بيفرق لك بين كل زمن والتاني. تمام. عشان ما تخش. يعني أنا ممكن أجي مثلا ربع ساعة كده أجيب لك هم 12 زمن. تمام. أشرح لك ال 12 زمن بالخط ده وتفهمهم. ولو أنت طلعت بالخط ده وفهمته يبقى أنت خلاص أنت خدت الزمن كده. التكوين والكلام ده كله وتكوين السؤال ده كلام بتاع ابتدائي يعني معروف. حضرتك ماشي معروف. انما ده اللي يبقى انت لو انت فهمته او انت عرفت تحط مضارع بسيط عليه ده يبقى انت لقطت الفكره. تمام. ماشي. ده تايم لاين بنعتبر ان ده خط الحياه. خط الزمن كله ده بيفور ناو. ده قبل الان. وده ناو الان. وده افتر ناو بعد الان. لو انا حبيت امثل المضارع البسيط هنا على الخط ده احطه فين؟ المضارع البسيط. المضارع البسيط المفروض قبله واثناء هياخد الخط كله. هياخد الخط كله كده. هعمله كده. تمام. اللي هي بقى مان بريزيس اكسجين. الانسان يتنفس اكسجين زمان دلوقتي بعد كده. صح. زمان دلوقتي وبعد كده. اي اولويز جو تو سكول. زمان دلوقتي بعد كده. اي ذات مان. الراجل ده اولويز ويرز ا وايت هات. دايما بيرتدي قبعه بيضاء. يبقى زمان دلوقتي بعد كده. تمام. ماشي. ميتالز اكسباند. المعادن تتمدد وين ذي ار هيتد.
معادن تتمدد لما تتسخن ماشي بالحراره يعني زمان دلوقتي بعد كده فماشي فكرتي فدي فكره المضارع البسيط اللي تطلع ايه تطلع بيها انه واخد ليه الزمن كله. طب هو تسمى بسيط ليه يعني ده كله اول ما افهم بلاي بس تكتب لي كده اي بلاي فوتبول او اي درينك كافي درينك كافي انا بشرب القهوه افهم منها ان ده عبر الزمن كله ايه يا عم ده الفعل البسيط ده يجيب لي ده كله هو بسيط عشان بسيط في تركيبه مش مركب معقد او مش مركب من زمنين مع بعض في ازمنه متركبه من زمنين مع بعض او بسيط في تكوينه ان هو في المصدر بس وبتضيف له اس تمام كده انما هو مش مركب من زمنين يعني في حاجه اسمها مضارع تام ماشي ومضارع تام مستمر لا ده مضارع بسيط هو اسمه بسيط بس هو ممتد معايا عبر الزمن عشان بستخدمه للحقيقة والعادات والحاجات الدايمه معاك على طول يعني اقول لك ايه اقول لك مثلا what you do انت بتعمل ايه في حياتك شغلك ايه تقول لي I work as a teacher I work as a teacher as المدرس I work as a teacher انا بعمل كمعلم تمام. يبقى دي زمان دلوقتي بعد كده خلاص انت ممتد ايه ممتد معاك I work as a teacher she works as a nurse هي شغاله ممرضه I live in Cairo انا بعيش في القاهره دي حاجه تعتبر دايما معاك تمام. زمان ودلوقتي وبعد كده حاجات دايما تمام. عشان كده بتستخدم لما تيجي تتكلم عن هواياتك your hobbies لما تيجي تتكلم مثلا على الحاجات الاكلات المفضله والحاجات دي لان دي ملازمك على طول تمام فتروح حاططها فين في المضارع البسيط تمام كده بس دي فكره المضارع البسيط فالحاله الصفريه لما يقول لك بتتكون مضارع بسيط مضارع بسيط عشان كده بيتكلم عن ايه عن حقائق وعدد ثابت لان المضارع البسيط كده صح المضارع البسيط كده هو قاعده اف نفسها ما تاخدش حاجه في شرحها بس طبعا انا ايه لان هو المضارع البسيط المضارع البسيط بقى هو اللي ايه عشان شرحت لك الايه عشان شرحت لك المضارع البسيط بس هو اللي خد وقت لكن فعرفت بقى ليه هي بتعبر حقائق وعادات ثابته لان مضارع بسيط هنا مضارع بسيط هنا فاف يو هيت ووتر لو انت بتسخن الميه او بتغلي الميه الترنز انتو ستيم بتتحول ايه بتتحول لبخار دي حاجه ايه دي حاجه دايمه حاجه دا لو انت بتسخن الميه عموما يعني ده كلام عام الترنز انتو ستيم هتتحول ليه ما بشعر ان انا تعبان دي مضارع بسيط اي جو تو بيت اي جو تو بيت اول ما بشعر بارهاق على طول انا بستريح في الفراش مش بقعد شويه ولا مثلا ولا بقى لا ده انا ما بقدرش استحمل اي جو تو بيت على طول بستريح في الفراش يبقى دي بتعبر عن ايه عن عاده ثابته معاك تمام اي فيل تايرد لو انا بشعر او عندما تعبان بروح انام ممكن اشيل الاف دي واحط هوين تمام يعني عندما اشعر بالتعب اي جو تو بيت يبقى مضارع بسيط هنا مضارع بسيط هنا بتعبر عن عادتك عادة ثابتة عندك لما بعمل حاجة بشعر بحاجة فبعمل ايه بعمل حاجة تانية فديت باختصار دي الحالة ايه دي الحالة الحالة الصفرية الحالة الصفرية الحالة الصفرية تمام بعد كده بقى عندي الفيرست كونديشنال تمام كده تمام مفهومة دي مفهوم الله يفتح فيرست كونديشنال بيعبر عن اف تكوينها اف مضارع بسيط ويل زاد الانفينيتيف اللي هو مستقبل بسيط يعني تمام ويل انفينيتيف مستقبل بسيط تمام كده ازاي لما اجي اقول لك اف يو ستادي هارد يو ويل سكسيد هتنجح لو انت بتذاكر بجد هتنجح اذا انت بتذاكر بجد هتنجح دي مضارع بسيط وانت عرفت المضارع البسيط بقى وتكوينه واستخدامه لو انت بتذاكر بجد هتنجح ديت ايه دي تكوينها واضح اهو بتستخدم ليه بقى بتستخدم للتعبير عن شيء محتمل الحدوث في المضارع أو المستقبل المضارع أو المستقبل بس بشرط حدوث شيء في المضارع تمام ازاي فبقول لك if you study hard لو انت بتذاكر بجد you will succeed هتنجح
يبقى ديت ايه شيء في المضارع اهو. تمام. طبعا لو انت ذاكرت يبقى يو ويل سكسيد هتنجح، بس طبعا دي مش شيء ايه مش شيء حتمي. تمام. انت ممكن يحصل لك ظرف وبتاع عشان كده بقول شيء محتمل الحدوث في المضارع او المستقبل. تمام. لو انت بتذاكر بجد يو ويل سكسيد، لو انت بتذاكر بجد دلوقتي هتنجح. تمام. ماشي. اف يو او بنتكلم مثلا عن واحد مثلا انت بتقول ان هو كل يوم مثلا ده بيتاخر على المدرسه، بيتاخر ما بيلحقش الاتوبيس ده، ما بيلحقش كده الباص بتاعه كده يعني. تمام. فانت تقول ايه اف هي جيتس اب ايرلي، جيتس اب ايرلي لو هو بيصحى من النوم مبكرا، جيتس اب ايرلي هي ويل كاتش ذا بص، هيلحق ليه؟ هيلحق الاتوبيس بتاعه. فانت بتعبر هنا كده عن شيء محتمل الحدوث في المستقبل، بس بشرط شيء يحصل تاني قبله في المضارع. تمام. وبتتكلم كلام عام، لو هو يا جماعه انت دلوقتي واحد اهو على طول دايما متاخر وبتاع، فبتقول طب ليه كده؟ هو لو بينام بدري هيصحى بدري، لو بينام بدري هيصحى بدري، لو صحي بدري هيلحق الاتوبيس، يبقى هي ويل كاتش ذا بس. تمام. يبقى هيحصل في المستقبل بس بشرط حدوث شيء ايه؟ شيء تاني في المضارع. تمام كده؟ دي بسيطه كده يعني. تمام. تمام. انت معايا كده؟ هنشعر كده دي تمام. شو دي الحاله الصفريه ودي كده الحاله الاولى. تمام. ماشي. تمام. دي مفهومه بقى الحاله الاولى. تمام. وده كلام عام. طبعا الحاله الاولى هتطلع دلوقتي كمان بقى الفرق بينها وبين الحاله لما نشرح الحاله الثانيه، ولما تعرف الفرق بينهم دي تتضح اكتر ليك. تمام. بعد كده الحاله الثالثه برضو لما تفهمها توضح لك الثانيه والاولى، واخد بالك؟ تمام. ديت اللي السكند كونديشنال. ماشي. الحاله الثانيه. تمام. قاعدتها اف ماضي بسيط. ماشي. وهنا كده ايه would زائد الانفينيتيف المصدر، would او could او كده، بس اشهر حاجه ايه would. ماشي. ازاي؟ زي ما بقول لك ايه if you studied hard you would succeed. تنجح. If you studied hard you would succeed. هنمشي على نفس الجملة وناخد ايه وناخد امثلة تانية. تمام. هنا كده if you study hard you would succeed، وهنا كده if you studied hard you would succeed. ايه الفرق بقى بين الجملتين؟ دي ماضي بقى. اذا انت ذاكرت. لا لا ده انا بقولك if، لو انت ذاكرت. تستخدم تعبر عن شيء غير محتمل او غير ممكن الحدوث، غير محتمل او غير ممكن الحدوث في المضارع او المستقبل. شيء غير ممكن وغير محتمل ليه؟ غير محتمل او غير ممكن الحدوث. تمام. ازاي؟ أو ممكن نقول إنها بتعبر عن شيء خيالي، شيء افتراضي. إزاي؟ إيه الفرق بين إن نوضحها في الجملتين دول؟ لما أجي أقول لك if you studied hard you would succeed، إيه الفرق بين ديت ودي؟ دي خلاص دي الولد ده الأولاني بقول له إيه، هو ما بيذاكرش لسه الامتحانات عليها كتير، فإحنا عمالين إيه بننصحه. طب الواد ده يعمل ايه يا جماعه علشان ينجح وكلام زي كده؟ بقول يا ابني ما انت ايه؟ لو انت ذاكرت بجد ما انت هتنجح. تمام. ما ذاكرتش خلاص يبقى انا بديله عام، واحنا لسه في اول السنه وبنقوله كده. تمام. وبننصحه نصيحه عامه.
كلام عام. هنا كده if you studied hard الولد ده ما بيذاكرش واحنا قربنا على الامتحانات تمام وخلاص والدنيا باظت بقى خلاص فاضل ايه فاضل على الامتحان فاحنا بنقول له فاضل على الامتحان مثلا اسبوع او بتاع يا ابني انت بتذاكرش ليه يا ابني وعمالين بيقولوا يا ابني ذاكرش ليه ده انت لو ذاكرت برضه مش هي لو ذاكرت لا لو ذاكرت هتنجح هو غير محتمل الحدوث غير محتمل ان هو يذاكر لانه خلاص الامتحانات والوقت أزف وخلاص زي كده وكلام فبيقولوا if you studied hard you would succeed ممكن تنجح لو ذاكرت بجد ممكن تنجح بس لا هو بيذاكر ولا هو هينجح غير محتمل المذاكرة وغير محتمل النجاح واخد بالك لأن خلاص الوقت إيه الوقت أزف منه had a lot of money a lot of money لو أنا معاه فلوس كتير I would help the poor مثلا help the poor كنت ساعدت الفقراء the poor اللي بتدين الطبقة كلها تمام the poor الفقراء الراجل ده معاه فلوس لا دلوقتي مش معايا ما معهوش فلوس ماشي يبقى ده بيتكلم بيقول بيفترض حاجة زي ما احنا قلنا بقى حاجة خيالية تمام. حاجة افتراضية حاجة عكس الواقع حاجة عكس اللي بيتمنى يعني. فبيتمنى ايوه بيتمنى فبيقول ايه في هذا لوت اوف ماني يبقى الراجل ده ما عندوش فلوس بيقول لو معايا فلوس كنت انا ايه كنت ساعدت الفقراء بس هو دلوقتي ما معهوش وغير محتمل لانه عمال بيقولك انا ما معيش فلوس عشان كده بقول لو معايا صحيح فغير محتمل ان هو تجيله انما لو كده لو هتجيله هيقول لك مثلا اي ويل هيلب ذا بور هيجزم لك بيها اي ويل هيلب ذا بور بيكوز مثلا اي ويل مثلا جيت سم ماني فروم ابرجن مثلا في صفقه جايه لي او كده فهيجزم لك بالموضوع انما ده بقى بيفترض لا لو كان معايا فلوس يبقى ده شيء غير محتمل او غير ممكن عنصر المضارع لان هو ايه ما معهوش دلوقتي فمش هقدر يدي دلوقتي تمام. برضو المستقبل لان عم بقول لك لو انا معايا فلوس فمعنى كده ان هو ما معهوش غير دلوقتي ومش غير برضو في المستقبل هو مش هيبقى معاه طبعا ما لناش دعوه بعد كده هيجي له ولا مش هيجي له المهم ان التعبير اللي بيقوله ان انا ما معيش فلوس هتبرع ايه هتبرع منين فهو بيفترض شيء خيالي او شيء ايه او شيء عكس الواقع تمام وغير محتمل او غير ممكن في المضارع او المستقبل تمام طيب دايما انا لما باجي افترض او باجي اتمنى دي بعض قاعده برضو تفهمك الحاله الثانيه او الماضي لما دايما لما باجي اتكلم عن شيء خيالي او شيء افتراضي او شيء عكس الواقع بجيب الماضي ليه لان احنا قلنا هنا كده اف بيجي بعدها ماضي بسيط وجود المصدر طبعا انت عارف الماضي البسيط هتبقى عارف ان هو ايه باضافه ايدي للفعل ايدي للفعل ماشي مع ده الافعال الشاذه زي ايدي يبقى الماضي بتاعها ايه او التصريف التالي هو ليه لو انا قلت هنا كده تمام يبقى دايما ليه انا جبت ليه القاعده الثانيه ليه جبت ماضي بسيط وجود المصدر دي بقى اللي بتفهمك ده بتديك ايه جوهر القاعده غبا جوهر ليه جبت انا ماضي بسيط وجود المصدر لان طبعا قلت الحاله الثانيه بتعبر عن شيء غير محتمل او غير ممكن ودايما لما انا بتكلم عن شيء افتراضي او شيء عكس الواقع او شيء خيالي بجيب الماضي تمام ازاي انت في العربي اهو ترجم الجمله دي افترض لي كده انا بقول لك هات فلوس دلوقتي مثلا عشان ندي الفقراء هتقول لي لو انا كان معايا فلوس كنت اديها قلت ايه لو انا كان معايا يبقى انت في العربي استخدمت الايه الماضي طب استخدمت ماضي ليه وانت بتتكلم على دلوقتي بتتكلم عن المضارع يبقى انت زي ما احنا استخدمنا في العربي لو كان معايا فلوس مش لو كان عندي بقى لو كان يبقى انت جبت ليه الماضي كذلك برضه لان انت ايه ساعات احنا مثلا اللي مش فاهم لغه بيستغرب على القواعد دي تمام وبيقعد وبيحس انها مكلكعه
لا انت لو انت بصيت للعربي هتلاقي نفسك بتستخدم الحاجات ديت وماشيه معاك برضه وانت بتستخدمها وانت ما انتش حاسس تلقائي بشكل انما هي انت بتستخدمها كده لان دايما الافتراض او الخيال او عكس الواقع بيستخدم ايه بنستخدم فيه الماضي زي ما انت قلت كده لو كان معايا فلوس فنفس الحكايه تمام فبقول لك لو كان معايا لو انت ذاكرت لو ذاكرت بجد يو وود سكسيد اف اي هاد ا لوت اوف ماني لو انا ايه كان معايا فلوس كتير تمام علشان كده بستخدمها بقى في الاشياء الخياليه خالص اللي هي الخيال بقى ماشي زي ايه زي ما اقول اف واحد بيفترض يقول لك اف اي وير ا بير لو انا كنت طائر ده شيء خيالي خالص تمام. لما هتفترض شيء خيالي شيء عكس الواقع ماشي وشيء افتراضي يبقى هتجيبه في الحاله الثانيه او اف اي وير ا بير بتتمنى تمام كده يبقى احنا عرفنا كلمه التمني بتديني التمني والخيال الحاله الثانيه والافتراض وعكس الواقع بيديني الحاله اللي هي الحاله الثانيه على طول تمام فبقول لك اف اي وير ا بير اي وود فلاي ان ذا سكاي فلاي ان ذا سكاي كنت طرت فين كنت طرت في السماء انت بتفترض شيء خيالي خالص كده تروح جابه في الحاله الثانيه لو كنت طائر زي ما انت استخدمت في اللغه العربيه تمام كده لو ادينا مثلا ايه لو ادينا مثال يقرب الحته بتاع اصطاد دي كمان تمام ودي مثال حلو انت دلوقتي قاعد في مباراه ماتش واللعيبه كسلانين واللعيبه ما بيلعبوش مش عارف ايه وكمان ايه وخلاص بقى ومهزومين مهزومين يجي 3-1 ولا كلام زي كده ماشي كمان بقول لك ناخد مثال تاني هيفهم لك برضو المثال اللي احنا خدناه ده اللي هو في استاد الهارد ده ماشي ويفهمك برضو ليه القاعده تاني بنفترض ان انت دلوقتي قاعد تتفرج على الماتش مثلا في الاستاد او كلام زي كده فانت اللعيبه دلوقتي انت الفريق بتاعك مهزوم 3-1 واللعيبه كسلانين ما بيلعبوش كويس وخلاص الماتش فاضل عليه 5 دقايق وهينتهي تمام بتقول لهم ايه؟ الماتش فاضل يا ابني انت بتكلم اللعيبه بتكلم اللعيبه يا ابني انت وهو انت العب حلو يلا بسرعه وشد حيلك انت لعبت العب حلو بقى لو لعبت يا ابني هتجيب بقى نتعادل بس فين بقى انت مغلوب 4-1 مغلوب هتجيب فين هو ماشي ممكن بس احتمال ايه غير محتمل غير ممكن الحدوث في المضارع او المستقبل انا قصدي في المضارع اللي ممكن يجيب دلوقتي او في المستقبل اللي هو بعد ايه بعد شويه فالاثنين هو ممكن يجيب وانت بتتكلم يجيب جون او بعدها بشويه فهو غير ممكن خلاص انما هو مش مستحيل مش مستحيل خالص لا ده هو ايه بس غير ممكن تمام كده لان انت بتقول اف اي هاد ا لوت اوف ماني طب انت ممكن تجيب لك فلوس دلوقتي مش مستحيله خلاص يعني تمام كده انما ده الخيالي ده اللي مستحيل ده افتراضي بس ده خيالي طيب فانت بتقول لعب يا ابني العب انت لو لعبت كويس شويه هتفوزوا صح مش بتقول كده فبنقول ايه اف يو بلايد وساعتها كده وانت بتقول له كده وغير محتمل والعمليه كده خلاص وازفت بتستخدم الماضي البسيط تقول له if you played win you would win the match بس خلاص ده احنا فاضل ايه خلاص بقى فاضل 5 minutes خلاص واللي انتوا مغلوبين 4-1 ولا 3-1 فبعيده فغير محتمل ساعتها كده تستخدم القاعده دي لما انت تيجي انت بتدرس لغه او بتدرس جرامر لازم انت دماغك تشتغل في ايه ساعات الناس بتاخد قواعد كذا يبقى كذا كذا يبقى كذا ويقعد يلزق لا انت لازم دماغك تشتغل في الميكانيزم بتاع اللغه يعني انا لما بستخدم ديت في الموقف اللي في الموقف الهون فانا عايز اقول لك ان انت لما يبقى قدامك موقف زي كده ماشي وغير محتمل الحدوث وكلام زي كده تستخدم الحاله الثانيه تستخدم القاعده الثانيه لازم تبقى انت عارف استخدام الحاله اللي انت اللي انت هتستخدمها او اللي انت هتتكلم فيها فاول ما تلاقي موقف زي كده انت بتجيب الحاله الثانيه موقف خيالي وموقف قدامك خلاص تجيب الايه تجيب الحاله الثانيه ما تاخدش على شغل ليه الترزيق يبقى دي كذا يبقى كذا يبقى انت هيقابلك موقف مش هتعرف ما انت مش عارف دي بتعبر عن ايه تمام او دي استخدامها ليه او خدت ان شيء غير محتمل حدوثه مضارع مستقبل وخلاص لا انت لما خدت الامثله وعرفت المواقف المختلفه دي
خلاص بقى يبقى لما يقابلك مواقف زيها تروح مستخدم انت الايه الحاله الثانيه دي. تمام. تمام. الحاله بقى الثالثه والاخيره دي شيقه وسهله يعني. طب الحمد لله. ثيرد كونديشنال. الحاله الثانيه الثالثه سيدي دي قاعدتها اف وماضي تام، وعندنا الناحيه الثانيه ايه وود هاف زائد البي بي تصريف ثالث. المثال زي ما اقول لك ايه اف يو هاد ستاديد هارد يو would have succeeded. If you عادي تكوينها ادي ماضي تام ودي would have will be. تمام. طبعا قبل ما ندخل ده لازم نعرف ايه الماضي التام اللي هو الاول في كلمتين كده برضه. يعني يمكن اشرح لك اللي احنا كنا بنتكلم هنا كده. تمام. الماضي التام انا عندي في ماضي بسيط وفي ماضي ماضي تام. تمام. اي زمن اسمه تام زي ما قلت لك يبقى معناه ايه؟ لازم يكون تم قبل حاجه ثانيه. تمام. فانا لو قلت مضارع تام يبقى الحدث ده تم قبل الان. تم قبل الان. ماشي من شويه. تم قبل الان. يعني مثلا تقول مثلا اي هاف اوريدي اي هاف اوريدي دون هوم ورك. يعني والدك مثلا بايه ماي هوم ورك دون ماي هوم ورك. والدك جالك مثلا ايه في البيت وسايبك مثلا وخرف اقول لك ايه اعمل الواجب بتاع لما اجي. فانت هو لسه داخل البيت فاقول لك ايه عملت ومش عارف ايه تقول له انا بالفعل خلصت ليه؟ تمام. لسه مخلص الواجب بتاعي دلوقتي. يبقى انت خلصت قبل ما يدخل هو عليك. هو داخل عليك اهو يبقى انا لسه مخلص. تقصد تقول له ايه؟ ان انا خلصته قبل الايه؟ قبل الان قبل دلوقتي. تمام. قبل ما انت تدخل. تمام. ماشي. طيب ايه بقى الماضي التام؟ الماضي التام بيتم ايه بقى؟ طالما اسمه ماضي وتام يبقى تم قبل الماضي. تمام. تم قبل الماضي ازاي؟ بيجي كده حدثين حصلوا في الماضي. تمام. بقول لك مثلا افتر اي هاد هاد مثلا اي هاد هاد خليها مثلا خلاص خليها ايتن احسن مثلا. اي هاف ايتن ماي بريكفاست. المفروض ايه هاد بس احنا علشان ما نقعدش نلخبط لو قلت هاد هاد هيبقى فيها لخبطه شويه. افتر اي هاد ايتن ماي بريكفاست اي ونت تو سكول رحت ليه؟ المدرسه. رحت المدرسه. تمام. ايه اللي حصل الاول؟ ان انا ايه بعد ما اكلت ان انا بعد ما اكلت ان انا ايه رحت المدرسه ايتن بريكفاست. يبقى هنا كده هاد ايتن ان انا اكلت. تمام. وبعد كده ونت تو سكول الاثنين حصلوا في الماضي ده ماضي بسيط اهو. تمام. الحدث الاولاني ده اللي هو ديتن ده تم قبل الايه قبل الماضي البسيط. ماشي. فالاثنين تموا في الماضي. الماضي التام تم قبل حدث ثاني في الماضي برضه. تمام. فاللي حصل في الاول ده يبقى ماضي تام واللي بعده الحدث الثاني يبقى ماضي بسيط. ماضي بسيط سميناه تم ليه؟ لانه تم قبل حدث ثاني في الماضي. تمام. يبقى انا اكلت قبل ما اذهب للمدرسه. الاثنين تموا في الماضي لكن الاكل تم قبل الذهاب. تمام. يبقى ده اسمه ماضي تام. تمام.